ست سنين مروا هنن عمر كسرة خبز، المبادرة اللي بيجتمع من خلالها فريق كنا وسنبقى على فعل الخير. المطبخ كان ضمن خيمة خاصة، ولكن السنة هالخيمة ظلت موجودة بس ليجتمع فيها الفريق ويحضر التبرعات اللي بيجمعها، وهن ملتزمين بكامل خطوات التعقيم ووسائل الوقاية من أجل نقل التبرعات للمحتاجين. الخير ما توقف ولا قدر شي يمنعه، ولكن يمكن تغيرت الطريقة، بس المهم يضل الفعل موجود كل سنة. رمضان كريم، تفاصيل كسرة خبز ستة مع ضيوفنا باستديو صباحنا غير. زينب، بعد ما تابعنا هالمادة رح نتعرف أكثر على تفاصيل مبادرة فريق كنا وسنبقى كسرة خبز ستة مع المنسق الإعلامي للفريق نور الرز. يسعد صباحك ورمضان كريم. كيفكم؟ إن شاء الله تمام. يسعد صباحك يا نور. يعني عم نحكي من المقدمة إنه تغير كثير من أشكال العمل بشكل عام، بشكل خاص حتى الأعمال التطوعية اضطرت بسبب الظروف إنه تغير من يمكن شكل العمل، مكان العمل أو آلية العمل. أنتوا شو تغير بعملكم هالسنة؟ نحن هالسنة بسبب جائحة كورونا اضطرينا إنه بكسرة خبز، إنه كل سنة نحن بنعمل خيمة رمضانية باجتماع عدد متطوعين تقريباً 250 متطوع بيتم تجهيز الوجبات ضمن هاي الخيمة، يعني بيكون في تجمعات. هالسنة نحن اضطرينا إنه نحن نقلل عدد المتطوعين، لأن تقتصر فقط إنه نحن نحضر وجبات من مواد نية يعني نقدمها للأهالي. فنحن فقدنا يعني كثير من الأجواء هاي الخيمة الرمضانية، خفضت العمل 40% تماماً. بس نحن اضطرارياً اضطرينا نعمل اختصر هالعدد المتطوعين. تمام. طيب خلينا نحكي عن آلية العمل ضمن الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا. يمكن مثل ما قلتي كان العمل مقتصر ضمن خيمة عدد من الأشخاص، كان قبل عدد كبير وفي مطبخ، هلا حتى يمكن آلية العمل وتوصيح العمل الخير عم يكون حتى للباب مشان ما يصير احتكاك أكبر أو مباشر. صحيح. هلا مبدئيا نحن وقائيا كل متطوع بيجي لازم يكون حاطط كمامة، التعقيم دوري للمكان، اتخاذ مسافات بين المتطوعين، ومنحضر هاي الوجبات وتماما نطلع بسيارات المتطوعين لباب الأهالي المستفيدين لنقدم هاي الوجبة. نور، طيب خلينا نحكي شوي، يعني كل جمعية تطوعية إلى برنامج عمل تأخذ فيه أولويات شغلة الشرائح المستفيدة، نوع يمكن التبرعات، أو خلينا نقول تبرعات، خلينا نقول عمل الخير اللي هو دائما موجود عند السوري. فخلينا نحكي عن هالثلاث شغلات، مين هي الشرائح المستفادة، كيف عم تكون آلية العمل، كيف عم يكون فعل الخير، يعني المواد اللي عم تقدموها للعالم عم تستفيد منها ولا لا؟ مبدئيا نحن ننشر على الفيسبوك انه نحن بحاجة نواقص للمواد للوجبات، فالعالم اللي حابة تتبرع لتقدم تنسق معنا وتقدم هاي التبرعات. نحن بدورنا بناخذ هاي التبرعات ونجهزها من قبل المتطوعين. نحن متنسقين مع وزارة الشؤون، هي بتبعتنا بننسق مع الجمعيات، بناخذ داتا هي المناطق، هي المستفيدين الأكثر حاجة اليوم اللي نحن عم نبحث عنهم مثل الأيتام، أرامل وإلى آخره. فمننسق مع هي الجمعيات ونتوجه للمناطق. حاليا لحد هلا صرنا زائرين مثل منطقه داريه، عربين، الغزلانيه وعده مناطق لسه نحن ريف دمشق. ريف دمشق تماما. كنا عم نقول ببدايه فقرتنا كسره خبز سته، شو اللي اختلف بعد مضي سنوات على هي المبادره وفعل الخير، خصوصا في شهر رمضان المبارك؟ اساسا فعل الخير اهل الشام متعودين عليه، يمكن هي من العادات والطقوس الجميله في شهر البركه. هي السنه
السادسة لكم، شو اللي اختلف فينا نقول بآلية الشغل بطريقة العمل اليوم؟ اليوم طريقة العمل اختلف، بس نحن علينا تجمعات، أما الخير موجود من يعني كسرة خبز واحد، الناس تركض لتلبي، الناس قلوبة على بعض كمان مع الظروف. هذا حاولتوا يمكن توسعوا الدائرة، يعني كل سنة يمكن عم تحاولوا تكونوا بمناطق أوسع، توصلوا لأكبر عدد من الناس المحتاجة اليوم. صحيح، دائما نحن هدفنا أنه نوصل لأكبر عدد من الأهالي يعني حسب القدرات، بس نحن مكثفين أكثر الشغل كل ما أنه نحن نوسع نطاقنا بشكل أكبر. طيب نور، خلينا نحكي شوي، عم بيكون الوجبات اللي مثلا عم تقدموها شاملة الإفطار والسحور الاثنين؟ لا، هلا هالسنه بالعاده نحن من السنوات السابقه كنا بنحضر وجبات الافطار والسحور. والسحور هالسنه بسبب يعني جائحه كورونا اضطرينا نحن نتصر بس على الافطار، كمان بسبب حظر التجول فنحن ما فينا نتحرك. تمام. ما قدرنا. طيب شو اللي حاطينه ضمن جدول اعمالكم خلال شهر رمضان المبارك بعد كسره خبز ستة؟ بعد هلا خلال رمضان كسره خبز كان نحن بالعاده بالسنين السابقه ممكن نعمل حاجز رمضان، ممكن نطلع كتير يعني مبادرات تانية خلال توزيع تمر، توزيع مي، بالسحور كمان، هالسنة بس مقتصرين على توزيع وجبات الإفطار. طيب نور، خلينا نحكي، يمكن كتير ظروف صعبة مرت على الجميع، لكن بهذا الشهر بالذات نشطت جمعيات التطوعية مثل عادتها لتساند بعض الشرائح، فخلينا نحكي عن الصعوبات اللي واجهتوها كمان بالعمل بهالظروف. صحيح، هلأ أكبر صعوبة هي أنه نحن عم نحاول قدر الإمكان خلال التوزيع انه نوصل لباب البيت كرمال التجمعات، بس بتعرفي بالاعداد وبالارياف عم يكون صعب شوي علينا هذا الموضوع لحتى نسيطر على المكان، بس اهم شيء انه نحن نكون متخذين كافه الاجراءات الوقائيه من طرفنا، حتى احيانا نحاول انه نحن نعقم الايادي اللي عم نقابلها، نقدم معقمات، نقدم الكمامات، يعني مشان نغطي هذا الموضوع بقدر الامكان. طيب نور، بالختام، العمل التطوعي بسوريا منذ بدايه الازمه لقينا كثير من الشباب في كثير من المبادرات والفعاليات فعلا عم يشتغلوا، كثير من طلاب الجامعه بالنسبه لعملهم في عمل زياده، عمل تطوعي. خلينا نوجه يمكن كلمه بالختام لكل الناس اللي عم تشتغل هلا عمل تطوعي وحابه فعلا تكون معكم برمضان تستمر بفعل الخير. انا حابه اقول لكل الناس انه كل حدا فينا بيقدر يساعد، يعني مع شبابنا كل حدا ممكن يلاقي وقت ولو قصير لحتى يكون بهذا العمل، يعني هو بيضيف لنا شخصيا اجتماعيا، نتعرف على ناس جديده مختلف ثقافات اعمار، كلياتنا بننسجم لنكون عيله واحده. فكل حدا فينا بيقدر يساعد، في اشخاص بتقدر تساعد بالجهد انه تقدم جهد، في اشخاص ممكن انه هي تتبرع، احيانا الكلمه الحلوه اللي بتتوجه لنا هي بحد ذاتها مساعده لنا، تعطينا هذا الدعم والتفاؤل انه نحن معكم. أكيد يا نور، نحن بنقول لكم يعطيكم العافية، وتحية لكل المتطوعين اللي على الأرض اللي عم يتعبوا كمان، عم بوصلوا يمكن يا دوب على الإفطار يلحقوا موائدهم. شكرا لوجودك معنا، وإن شاء الله دائما هيك هي الأعمال بتضل ظاهرة لحتى فعلا السوري يحس إنه السوري أخوه معه دائما بكل الأزمات. إن شاء الله يا رب. شكرا لك. نشكرك نور الرزق المنسقة الإعلامية لفريقكم، وسنبقى على وجودك معنا، بنوجه تحيتنا لكل شباب الفريق على الجهود اللي عم يقوموا فيها. شكرا كثير لكم.